صراحة احنا فرحانين اليوم وهذه الفرحة لا تصف، وهذه الفرحة هذه تنبي نشاركوها مع المغاربة كاملين من طنجة للقويرة وخارج الوطن داخل الوطن. وتنشكر المنابر الإعلامية اللي وقفوا مع سهام وياسين وكاع جميع مواقع التواصل. تنشكر الناس ديال طابي غوج خاتيم خلدون والجروب كامل. كنشكر الاخ منير الهواري برودفيست الله يجازيه بخير. كنشكر الفنانه شاكيره والاخت كريمه والاستاذه لميا بن جلون والاخ اشرف ذاكر. الصراحه راه كان واحد العمل اللي جبار. تنشكر الاخ حمزه مون بيبي، الصراحه شكرا لكم بزاف بزاف. وتحيه للمغاربه كاملين، وحنا راه فرحانين الحمد لله، اللهم لك الحمد. الصراحه دنيا بطمه، احنا تفاجئنا بالهاتف ديالها، والصراحه لالا دنيا القلب الكبير. انا فرحت انا وسي عامين اتصلت بينا الصراحه، والحمد لله كان واحد الكادو اللي الله يجازيها بخير والله يوفقها للخير ان شاء الله، والله يخلي لها بنيتها ونتمنى لها مسيره موفقه ان شاء الله يا رب. الصراحه انا ما كنت نتوقع. الصراحه انا من وقع لي الابتلاء الساقين ديالي، وانا الحمد لله كان عندي امل بالله كبير عز وجل، والتجأت انا الله عز وجل. والصراحه حتى الزوجه ديالي اللي تنقول لها شابو تبارك الله عليها، كانت ديما في جنبي وديما مسانداني، وانا كان عندي يقين بالله عز وجل واحد النهار غادي تكون شي فرحه، ولكن ما تنتصورهاش بحال هكا الصراحه. تنشكر المغاربه كاملين، والمغاربه راه شعب كريم ومضياف، وتنشكرهم بزاف بزاف. تنشكر المغاربه كلهم واحد واحد، ولا لا اختكم الله شعور لا يوصف. الصراحه حسيت براسي ياسين ديال واحد 4 سنين هادي، وحسيت حتى واحد الوالده مسكينه عندي اليوم راه شفتوها كانت فرحانه بزاف بزاف. الزوجه ديالي حتى راه كانت فرحانه سهام، والاخوه اللي شاركوا هذه الفرحه، والمغاربه المحسنين الله يكثر خيرهم. والصراحه راه شعور لا يوصف الحقيقه.